وجهت زينب الموسوي طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر رسالة شديدة اللهجة لبعض الأشخاص عبر حسابها الخاص على سناب شات قبل ساعة قليلة من دون أن تسميهم. وقالت الموسوي في المقطع المصور: ما رح سامحكم يوم القيامة وناطرتكم بالصراط، ما رح أحلل ولا أحد. أنا أتكلم وأقول لكم عن الغيبة، الإنسان لا يستغيب، تستغيبوني تتكلمون عني أو عن أي أحد بكاونتي، ما أسمح لكم، ما أسمح. أنا الناس اللي عندي اللي أحبهم أبيهم ناس نضاف قلبا وقالبا، أبي كل متابعيني بالسناب والإنستغرام واللي يحبوني ويتابعوني لأنهم يحبوني، إذا صج أنتوا تحبوني، إذا صج أريد أكررها، أنتوا تحبوني لا تستغيبون أحد ولا تذمون في أحد ولا تحللون على كيفكم. وما أرضى اللي ما يحبوني ليش داشين أصلا بسنابي وإنستغرامي، ليش قاعد تتابعوني، ليش قاعد تسبون، ليش قاعد تظنون فيني ظن سوء، ليش تتكلمون علي، مو محللتكم. ويوم القيامة إن شاء الله أشوفكم، مو محللتكم، مو محللتكم، روحوا. وتفاعل الجمهور مع رسالة زينب الموسوي مشيدين بأسلوبها في الرد على الانتقادات التي تتعرض لها من دون معرفة الأسباب، فيما رأى آخرون أنها تبحث عن الشهرة بعد انفصالها عن زوجها. وكان من أبرز التعليقات من يقول أنها تريد أن تنشهر وأن يتقدم لها إعلانات كثيرة، فهي يحق لها أن تستفيد، هي محترمة ومحتشمة وذوق، تنمروا على اللي غلط فيها. وقالت متابعة: من حقها أن تحلل أو ما تحلل، تقولون ضريبة الشهرة، ندري إنها ضريبة بس مو معناته أنه حقها عند الله غير محفوظ، وإن ذنب غيبتكم وألسنتكم مو موجود، كله متسجل عند ربي، ستقفون أمامها يوم القيامة سواء كانت مشهورة أم لا. وظهر اسم زينب الموسوي بعد زواج طليقها الفنان شهاب جوهر من الفنانة إلهام الفضالة بشكل مفاجئ، وقيل حينها إن جوهر ترك زوجته وأولاده من أجل إلهام، فيما كشف الفنان الكويتي أن انفصاله عن زوجته تم قبل وقت من زواجه من إلهام. وكانت زينب قد التزمت الصمت حيال زواج طليقها، وكشفت أنها لا ترغب بالدخول في أي مهاترات ولا تحب استعراض حياتها الشخصية على مواقع التواصل.